هنا صورة مصغرة للحضارة التركية وآثار الخلافة العثمانية وتاريخها العريق بعصورها المختلفة وفنونها وثقافاتها المتنوعة على منطقة جغرافية صغيرة، حيث المعالم المهمة كمسجد السلطان أحمد وآيا صوفيا ومساجد بورصة الكبيرة والمدارس العثمانية والقلاع والقصور المشهورة. بزيارتك حديقة مينا تورك إسطنبول ستكون على معرفة بكل المعالم الإسلامية والتاريخية والحضارية في تركيا ككل، حيث أقيم فيها نماذج من كل المعالم التي تشتهر بها تركيا حضارة وتاريخا. مينا تورك إسطنبول حديقة مصغرة تجد فيها التراث والفن والثقافة والمتعة التي تأخذك في رحلة إلى الماضي عبر الخيال، حيث آثار حضارات مختلفة كانت هنا تعيش.